السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الثانوي، معكم مستر علي السيد. إن شاء الله في الفيديو ده هنكمل شرح وحل على كتاب المعاصر صفحة 34 الدرس الثالث والرابع. افتحوا معايا صفحة 34، هنشرح كالعادة الكلمات الأول ونحل عليها إن شاء الله. طيب نبدأ الأول بالكي فوكابيولاري، الكلمات الرئيسية. أول كلمة معانا كلمة بوست. بوست معناها يعزز أو يوطد أو يدعم، بوست، وتمشي فيرب يعني فعل وتمشي ناون يعني اسم، يبقى تمشي الاتنين، تمام؟ طيب هناخد مثال كده، زي ما متفقين لازم نحفظ الكلمة في جملة عشان نحفظها كويس جدا. مثال بيقول مثلا إحنا محتاجين ناخد راحة، يبقى وي نيد، إحنا محتاجين، تمام كده؟ A holiday، أجازة، A holiday. To boost لكي نعزز أو ندعم، boost، boost معناها يعزز أو يدعم، our spirits أرواحنا أو أنفسنا، our spirits. نحفظ الجملة دي على بعض كده، بيقول إيه؟ We need a holiday to boost our spirits. We need a holiday to boost our spirits. محتاجين أجازة عشان نعزز ونقوي وندعم أرواحنا أو أنفسنا. طيب الكلمة اللي بعدها كلمة sell. سل معناها خلية، سل يعني ايه؟ خلية بالمعنى الحرفي، يعني مثلا blood cells، blood cells معناها خلايا ايه؟ خلايا الدم، يبقى حاجة في الجسد. ممكن اقول برضو nerve، nerve يعني اعصاب، بس هنا نترجمها عصبي، nerve cells خلايا عصبية. وممكن تيجي بمعنى تاني خالص، زي مثلا prison cell، prison cell، prison cell معناها ايه؟ معناها زنزانة، زنزانة في السجن، خلاص؟ يعني ايه؟ حتة كده جوه السجن، زي زنزانة منفردة، prison cell. الكلمة اللي بعدها immune system، immune system، الجهاز المناعي. الجهاز المناعي ده اللي بيحفظ جسمنا من الأمراض وكده. ناخد مثال، the immune system، the immune system، الجهاز المناعي، الجهاز المناعي، ماله بقى the immune system؟ is our bodies، is our bodies shield، هو الدرع الواقي لجسدنا against، ضد مثلا الأمراض، against ضد infection، العدوى أو الأمراض، infection، تمام كده؟ يبقى كمان مرة، the immune system معناها الجهاز المناعي، the immune system، the immune system. يبقى كلمة immune لوحدها دي صفة، معناها ذو مناعة أو محصن، immune، immune. طيب organ، organ معناها عضو بالجسد، نفرق بينها وبين member، member معناها عضو في نادي مثلا، member، عضو في أسرة، member، لكن هنا organ عضو في الجسد. هناخد مثال، هنقول مثلا the most important، important يعني مهم، important، the most important organ، أهم عضو في الجسد، is our heart، هو القلب، تمام كده؟ يبقى كلمة organ معناها عضو إيه؟ في الجسد، لكن member عضو مثلا في النادي، عضو في الأسرة، وهكذا، organ، organ عضو في الجسد. طيب عندنا كلمة viral اللي هي caused by a virus، caused by a virus أو a virus، يعني يتم تسببها أو تنتج بواسطة virus، وبالتالي يبقى معناها فيروسي، وليها معنى مجازي معناها واسع الانتشار، تمام؟ هناخد مثال مثلا، نقول most coughs are viral in origin، most coughs معظم الكحة، coughs are viral، viral يعني فيروسي، in origin في أصلها، يبقى هو عايز يقول إن الكحة أصلها فيروس، تمام؟ يبقى كلمة فيروس دي الاسم معناها فيروس، لكن viral دي الصفة معناها فيروسي أو المعنى المجازي واسع الانتشار. طيب ناخد تعريفات بقى عشان نأكد الكلمات دي ونحفظها ونحل عليها، وبعد كده نرجع للـ important vocabulary. definitions، تعريفات. قلنا كلمة boost معناها يعزز أو يوطد أو يدعم، معناها to help someone or something، أن تساعد شخصا ما أو شيئا ما، to improve لكي يحسن or أو يتحسن or get better أو يصبح أفضل.
سيل معناها خلية، سيل معناها إيه؟ خلية، قرروا معايا عشان تحفظوا، سيل يعني خلية. The smallest separate part هي الجزء المنفصل الأصغر of a plant لنبات or animal أو حيوان. Immune system الجهاز المناعي، away طريقة، that your body التي بها جسدك، protects you يحميك from disease من المرض، immune system. organ معناها عضو بالجسد، a part of your body هو جزء من جسمك، that performs a job يؤدي وظيفة، e.g. معناها ايه على سبيل المثال، تمام، the brain or heart القلب او العقل مثلا. فيروس، فيروس اللي هو او فيروس بالعربي، very small living thing كائن حي صغير جدا، that causes disease الذي يسبب المرض. ننتقل للحل على الكلمات الرئيسية وبعد كده نرجع للكلمات الهامة. يا ريت ما نتسرعش في الإجابة ويا ريت نركز على إننا نحفظ جملة، نعرف إزاي نكون جملة على بعض مش الكلمة بس. فلو أنت عارف الإجابة ما تتسرعش لغاية ما نقرأ الجملة الأخيرة ونستفاد من كل كلمة في الجملة وهكذا. رقم واحد بيقول the not system protects your child's body from outside invaders. كلمة invaders جاية من الفعل invade. انفيد معناها يغزو، يغزو زي يغزو دولة، يدخل دولة وهكذا. يبقى انفيدرز معناها غزاة، ماشي. يبقى النظام نقط او جهاز نقط بيحمي طفلك او جسد طفلك من الغزاة الخارجين مثل ايه؟ بكتيريا اللي انتوا عارفين البكتيريا يعني، فيروسز الفيروسات، فانجي او فانجاي او فانجاي اللي هي الطحالب، توكسينز معناها سموم. يبقى فانجاي اخدناه قبل كده على ما اظن معناها طحالب وليها كذا نط، ماشي، فانجي فانجاي فانجاي وهكذا، ودي جمع فانجس اللي هي الطحلب. طيب عندك مورال، الاختيار الاول معناها اخلاقي، كلمه مهمه خالص، مورال اخلاقي. وعندك اماتشور عكس ماتشور او ماتشور او ماتور، نطقها ماتشور او ماتور معناها ناضج، يبقى دي عكسها غير ناضج، غير ناضج. عندك كلمة إميون معناها محصن أو منيع حسب السياق، تمام كده. وإنر عكس أوتسايد، إنر معناها داخلي، خلاص. يبقى الإجابة هتكون إميون، إميون معناها إيه على بعض هي وسيستم، the immune system اللي هو الجهاز المناعي. طيب رقم اتنين بيقول the advertisement campaign، campaign معناها حملة، حملة الإعلانات has succeeded نجحت in not sales، sales معناها مبيعات، تمام كده، المبيعات نقط، تمام، او نقط المبيعات of the new product للمنتج الجديد. عندنا pulling جاي من فعل pull معناها يسحب. عندنا depriving او depriving جاي من فعل deprive معناها يمنع او يحرم، يحرمه من حاجة او يحرمه من حاجة، يمنعه مثلا من ميراث مثلا، deprive يعني يحرم. Boosting جاي من boost اللي يعزز او يوطد. Discouraging جاي من discourage معناها يثني او يحبط او يمنع شخص من فعل شيء وهكذا، عكس encourage. يبقى الاجابة تكون boosting، يبقى boost sales معناها يعزز المبيعات، boost. رقم ثلاثة his good manners، good manners معناها اخلاق حميدة على بعض، اخلاق حميدة، اخلاق جيدة. يبقى الاخلاق الجيدة بتاعته have made him جعلته نقط to evil ideas لأفكار شريرة، للأفكار الشريرة. available متاح مش جاية، affected مصاب، ده مصاب بمرض مثلا مش جاية. influenced معناها متأثر وكمان محتاجة بعدها ايه باي يعني كده كده غلط. immune هي الإجابة معناها محصن ضد، يبقى immune to أو against محصن ضد. ومعنى الجملة على بعض لأن الجملة دي لذيذة وحلوة كده ممكن تفيدك في essay، his good manners have made him immune to evil ideas، معناها أخلاقه الحميدة جعلته محصنا ضد الأفكار الشريرة أو أفكار الشر. رقم أربعة بيقول the liver اللي هو الكبد، ده عضو في الجسد، is a or a نقط and so is the heart، هو نقط وأيضا، so هنا مش معنى لذلك، معناها وأيضا يكون مين؟ القلب. يبقى عضو في الجسد اللي هي مين فاكر؟ organ، organ عضو في الجسد، وقلنا member ده عضو في العائلة أو الأسرة أو المجموعة وهكذا. وplanet معناها كوكب، وفرق بينها وبين plant النبات، وفيروس فيروس. رقم خمسة A or N نقط
اللي في النقط ده can make a lot of people very ill، ممكن يخلي ناس كتيرة مريضة. muscle يعني عضلة، ولا orange اللي هي برتقالة، ولا virus يعني فيروس، ولا brain يعني مخ أو عقل. طبعا الإجابة واضحة جدا هتكون virus. رقم 6، كورونا فيروس اللي هو كوفيد 19، فيروس كورونا is a not disease، هو مرض ايه؟ محتاجين صفة المرض. مرض بكتيريا، يعني ايه مرض بكتيريا؟ مش جاية، محتاجين صفة. يبقى الإجابة هتكون viral، يعني مرض فيروسي. viral يعني فيروسي. رقم 7، كوفيد 19 attacks and destroys. كوفيد 19 اللي هو فيروس كورونا يهاجم، attacks and destroys، ويدمر the knot of lungs. lungs معناها ايه؟ الرئتين، تمام؟ رئتين. يبقى يدمر خلايا الرئتين، يبقى الإجابة تكون cells معناها خلايا، مش virus يعني فيروس. ولا allowance، من فاكر allowance في الدرس الأول والتاني؟ allowance معناها علاوة أو سماح أو مصروف. bandage يعني ضمادة. طيب نرجع بقى للimportant vocabulary، الكلمات الرئيسية. عندنا كلمة مخ يعني brain، brain، brain. بارع أو ذكي أو لامع brilliant، brilliant. بطل champion، champion. بطولة championship، هنضيف لها السفيكس ship زي friend صديق، friendship صداقة. cough يعني كحة، تمام، او سعال، تمشي فعله اسم كاف، كاف. لاحظ الجيو الاتش ف، كاف، ممكن ننطقها بالبريتش كوف. كورس معناها مقرر تعليمي، كورس، كورس. كفر معناها يغطي او غطاء، كفر. دايت معناها نظام غذائي، ونطقها السليم دايت، دايت. شرح او تفسير اكسبلانيشن، جاي من الفعل اكسبلين معناها يفسر او يشرح، اكسبلين. يبقى explanation معناها شرح أو تفسير. flu اللي هي جاية من كلمة influenza، اختصرناها لflu اللي هو influenza. improve يعني يحسن أو يتحسن، يعني فعل لازم أو متعدي في نفس الوقت. improve، improve. join معناها يلتحق به أو ينضم إلى، join، join. label معناها ملصق، label، label. لاي لو التصريف التاني منها لي والتالت لين، يستلقي او يتمدد، لان عندنا فعل تاني اسمه لاي تصريف اول، التاني منه منتظم لايد، لايد معناها ايه؟ يكذب، ماشي. يبقى لاي اللي التصريف التاني والتالت منتظمين، ضفنا لهم دي بس، معناها يكذب. لكن التصريف التاني لي ولين، يبقى يستلقي او يتمدد. طيب الاستلقاء او التمدد او الكذب لاينج، lying، lying. يبقى لاحظنا الفعل الاخر IE، لما بنضيف له ING بنقلب IE الى Y وضيف ING، نفس فكرة يموت بالضبط، die يموت، يبقى dying الموت، ماشي. طيب الرئة lung، lung، lung. microscope اللي هو الميكروسكوب، microscope، microscope. خطأ mistake، mistake. عضلة muscle، muscle. عادي أو معتاد ordinary، ممكن ننطقها البريتش ordinary، ordinary، ordinary. perfect، perfect معناها كامل أو تام أو ممتاز. عندنا حكمة بتقول practice، practice makes perfect، التمرين يجعلك إيه؟ متقنا، أو التمرين يؤدي للكمال أو النجاح التام، وهكذا. practice makes perfect. طيب عندنا يقنع يعني persuade، persuade، persuade. الإقناع persuading أو persuasion، الاثنين صح، يعني الاسم اللي هو من غير ing اسمه persuasion، الإقناع persuasion. لو الفعل ضفنا له ing يصبح اسم برضو، يبقى persuading الإقناع. persuasive مقنع، يبقى يقنع persuade، الإقناع persuasion أو persuading. طيب مقنع persuasive، persuasive، persuasive. طيب سعادة أو سرور pleasure، pleasure. يحمي protect. reason يعني سبب، reason، reason، reason. regular معناها منتظم، regular، regular.
regularly يعني بانتظام. regularly يذكر remind remind. عندنا كلمة منفصل نطق ويفصل أو ينفصل نطق، يعني كصفة ليها نطق وكفعل ليها نطق تاني خالص. كصفة هننطقها separate separate separate، كفعل هننطقها separate separate. يبقى separate يعني يفصل، separate يعني يفصل، separate معناها منفصل. خطير أو جاد serious serious serious. مريض sick sick. موقف situation situation situation. الدعم أو يدعم support، يعني تقريبا نفس معنى boost boost support. لسوء الحظ unfortunately 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 unfortunately. جاية من الصفة fortunate fortunate يعني محظوظ، fortunate يعني محظوظ، عكسها unfortunate يعني غير محظوظ. هنضيف لها ly هتبقى حال، unfortunately يعني لسوء الحظ. طيب نكمل حل رقم 8. Our manager المدير بتاعنا is very نقط، هو نقط جدا. He makes you do what he wants easily، هو بيخليك تعمل اللي هو عايزه بسهولة. يبقى ده مدير ايه؟ aggressive معناها عدواني او عنيف، مش جاية طبعا. persuasive معناها مقنع و available متاح مش هتيجي، و cooperative معناها متعاون. تمام؟ هو بيخليك ايه تعمل اللي هو عايزه بسهولة، يبقى عنده ايه؟ عنده اقناع مقنع، يبقى persuasive persuasive. رقم 9. You shouldn't smoke، ينبغي الا تدخن. It is very bad for your nose، ده سيء جدا على نقط بتاعك. يور اللي هو ايه؟ كف الايه؟ الملكية هنا. مصل قلنا مصل يعني عضلة مش هتيجي، تمام كده؟ طيب سيل يعني خلية مش جاية، هو بيقول مفروض ما تدخنش، ده ايه؟ ده ضار على ايه؟ واضحة جدا، رئتيك. سيرفس يعني سطح، ولونكس يعني رئتين. طيب رقم 10. I strongly انا بكل قوة، نقط the view وجهة النظر ان، يبقى فيو هنا مش معناها منظر ولا مشاهدة، معناها opinion opinion يعني وجهة نظر، ماشي؟ opinion وجهة نظر أو رأي. that education أن التعليم should be available، المفروض يكون متاح لكل شخص، to everyone. support معناها دعم أو يدعم، و risk معناها يخاطر، و disrespect لا يحترم يزدري، تمام؟ و disagree لا يتفق. الإجابة واضحة جدا هتكون support، يبقى أنا بكل قوة أدعم أن أو أدعم الرأي الذي يقول بأن التعليم يجب أن يكون متاح للجميع. 11. She has one of the most نقط minds، هي لديها واحد من العقول الأكثر نقط. in the country في الدولة أو البلد. she's really one of a kind، فهي فريدة من نوعها، تساوي كلمة unique يعني. يبقى دماغها ده كويس، حاجة حلوة، مش horrific يعني فظيع، horrific يعني فظيع، حاجة وحشة خالص. brilliant معناها لامع أو ذكي، ودي الإجابة brilliant. horrible نفس معنى horrific معناها فظيع، الاثنين نفس المعنى، فظيع أو مريع أو شنيع وهكذا. رقم 12 بيقول she pays، هي تدفع نقط visits. لا هنرجع بقى في الترجمة، pay مع visit مش معناها يدفع، دي collocation على بعض. pay a visit معناها يزور، يبقى هنا pay مش هنترجمها يدفع، تمام؟ يبقى she pays نقط visits، هي تزور بشكل النقط. to her grandma لجدتها every Friday كل جمعة. يبقى محتاجين صفة لvisits، زيارات ايه؟ separate منفصلة مش هتيجي طبعا، مش منطقية. ايه زيارات منفصلة؟ regular يعني منتظمة، طبعا هي دي الإجابة، يبقى زيارات منتظمة. persuading معناها إقناع، وsimple معناها بسيط. رقم 13. the نقط on the packet shows the ingredients، النقط على العلبة تظهر المكونات، يبقى ايه؟ الملصق اللي هي label label يعني ملصق. لكن champion معناها ايه؟ مين فاكر؟ بطل. فلو اللي هي انفلونزا. طب دايت معناها نظام غذائي، نظام غذائي دايت. طيب رقم 14 بيقول cancer is a or an نقط disease، السرطان هو مرض نقط. serious يعني خطير تمشي،
فلات يعني مستوي او مسطح او شقة مش هتمشي. انفكتد معناها مصاب مش جاية. جنتل معناها لطيف برضو مش جاية. يبقى الإجابة سيريوس يعني خطير، تساوي دينجرس هنا. 15 he was not، هو كان نقط. So he took 2 days off، عشان كده أخد يومين أجازة. يبقى هو كان إيه؟ محتاجين صفة ليه. هو كان infection يعني عدوى مش جاية، هو كان مرض مش جاية، هو كان مرض مش جاية، يبقى هو كان مريض، محتاجين الصفة مريض يعني sick. رقم 16 بيقول it's unusual أو it's usual، إنه من المعتاد for a person، لشخص who has flu، من الاعتيادي او العادة او المعتاد لشخص عنده مرض انفلونزا انه ايه؟ انه operate يشغل مش جاية، lock يعني يقفل بقفل مش جاية، cough يعني يسعل او يكح، طبعا هي دي الاجابة، smell معناها يشم او رائحة او يعطي رائحة. 17 بيقول you need to rest، rest معناها يرتاح، انت محتاج انك ترتاح in bed في الفراش. if you have a bad note، لو عندك ايه سيء، champion يعني بطل مش جاية، flu انفلونزا تيجي، label يعني ملصق مش جاية، diet نظام غذائي مش جاية، يبقى الإجابة تكون flu يعني انفلونزا. رقم 18 the heart القلب is the نقط، هو نقط that does most of the work، الذي يقوم بالشغل كله بقى in the body، يبقى هو العضو في الجسد، يبقى الإجابة تكون ايه؟ organ، مفيش organ، بالراحة كده. طيب هو الدواء medicine مش جاية، boost معناها يعزز او تعزيز مش جاية، muscle يعني عضلة، هل القلب عضلة؟ ايوه طبعا القلب عضلة، يبقى muscle مش يد خالص. رقم 19 بيقول I'd like to get a clear note for your negative situation، انا اود ان احصل على نقط واضح for your negative situation، لموقفك السلبي. I want to understand، فأنا محتاج إن أفهم، جملة لذيذة ولازم نحفظها. طيب allowance يعني سماح مش جاية، explanation معناها تفسير أو توضيح ماشي، performance معناها أداء أداء، و examination معناها فحص أو امتحان. طبعا الإجابة تكون explanation ومعنى الجملة على بعض، أنا عاوز تفسير او توضيح واضح لموقفك السلبي فانا محتاج افهم على بعض. I'd like to get a clear explanation for your negative situation. I want to understand. كمان مرة. I'd like to get a clear explanation for your negative situation. I want to understand. رقم 20 بيقول following the right note، ان اتباع نقط الصحيح او السليم helps you، يساعدك keep healthy and fit، ان تكون بصحة جيدة ولياقة بدنية جيدة. يبقى مين بقى ده الايه الصحيح؟ champion بطل مش جاية، flu influenza مش جاية، ملصق مش جاية، يبقى الاجابة نظام غذائي سليم. يبقى ان اتباع نظام غذائي سليم سيجعلك بصحة جيدة، برضو الجملة دي مهمة خالص هنحفظها كده على السريع. Following the right diet helps you keep healthy and fit. Following the right diet helps you keep healthy and fit. وقف الفيديو وعيد الجملة دي مرتين كده. طيب 21 بيقول ايه؟ The charger الشاحن is a not piece of equipment. كلمة equipment ده اسم لا يعد، معناها معدات، فلما تيجي قبلها أداة تجزئة زي piece معناها معدة، كده أنا خليتها مفرد. يبقى الشحن ده معدة أو جهاز نقط، attached موصول أو مرفق به أو متصل به with the mobile التليفون أو موبايل in the same package في نفس العلبة. يا ترى separate معناها منفصل، مش هقولها separate هنا، احنا محتاجين صفة تمام، مفيش فعل هنا، منفصل يبقى separate. regular يعني منتظم مش محتاجينها، persuading معناها إقناع مش محتاجينها، persuasive معناها مقنع، اي نعم هي صفة بس مش محتاجينها عشان المعنى. يبقى الاجابة تكون separate معناها منفصل، ومعنى الجملة ان الشاحن ده ايه؟ ده جهاز منفصل في العلبة بتاعة التليفون. رقم 22 بيقول the not system is the system in your body that protects it against illness، هو عضو في الجسد او نظام في الجسد يساعد في حماية ايه؟ حمايتك ضد الامراض. يبقى الاجابة تكون the immune system، الجهاز المناعي، the immune system، the immune system. طيب
The respiratory system معناها الجهاز الايه التنفسي، تنفسي ماشي. respiratory system او respiratory الاثنين صح في النطق. digestive system معناها الجهاز الهضمي، هضمي digestive system. the movement system او motion system اللي هو الجهاز الحركي. رقم 23 بيقول A or a knot is the smallest separate part of a plant or animal. هو أصغر جزء منفصل في الحيوان أو النبات اللي هو الخلية. من فاكر يعني خلية cell اللي هي إيه يعني؟ لا ده إيه cell يعني يبيع، خلي بالك من الإيه الخدعة دي. يبقى الإجابة هتكون D cell يعني خلية بالسي مش بالإس. وأورجان يعني عضو في الجسد، وإميون سيستم الجهاز المناعي. 24 بيقول to knot is to help someone or something to improve or get better. انك تساعد شخص يتحسن. يبقى ايه؟ يبقى boost. boost يعني يعزز او يدعم. لكن infect معناها يصيب او يعدي. و perform يؤدي اسمها performance. react يقوم بردة فعل او يرد يستجيب وهكذا. 25 A or a knot is a very small living thing that causes disease. حاجة صغننة جدا وحية، كائن حي صغير جدا بيسبب المرض. infection يعني عدوى؟ لا. operation عملية جراحية أو عملية تشغيل مش جاية. virus يعني فيروس، هي دي الإجابة. و guidance معناها إرشاد. ننتقل لجزء vocabulary study. هنبدأ كالعادة بالمتلازمات اللفظية verbal collocations. يتدرب do exercise. do exercise. get a cold يعني يصاب بنزلة برد. get a cold. get a virus يصاب بعدوى فيروسية. get better تساوي improve يعني يتحسن. get enough sleep معناه يحصل على نوم كافي. have flu يعاني من انفلونزا. make a mistake يرتكب خطأ. make a mistake. make a mistake. sound perfect. sound هنا مش معناها صوت، معناها يبدو. sound perfect يبدو رائعا او ممتازا او كاملا او تاما. stay calm يظل هادئا، وعندك ال silent. stay calm. stay quiet يبقى quiet نفس المعنى بالضبط يعني هادئا. stay calm. stay quiet. take or do a course. take a course يأخذ دورة تدريبية. do a course يقوم بأخذ دورة تدريبية نفس المعنى يعني. Number 2 synonyms المترادفات. boost يعزز او يدعم. improve يعني يحسن او يتحسن. enhance معناها يعزز. enhance يعزز. هتتكرر معك كتير كلمة enhance دي، يبقى نفس معنى بالضبط boost. enhance. enhance. you should enhance your level. المفروض تقوي او تعزز مستواك. enhance يعني يعزز. support يدعم او يعزز. يبقى improve enhance support نفس معنى boost. طيب بوست لها معنى تاني، يعزز او يروج لمنتج، فتساوي increase يعني يزيد. promote يعني يروج للمنتج. publicize يروج لمنتج وهكذا. publicize promote. publicize promote. brilliant بارع او ذكي او لامع. excellent ممتاز. intelligent ذكي. persuasive معناها مقنع. convincing. convincing جاي من فعل convince، يبقى عندنا convince يعني يقنع ماشي. convince. convince تساوي ايه؟ persuade. persuade ماشي. يبقى convince يقنع، persuade يقنع. persuasive مقنع، convincing مقنع. طيب improve يعني يحسن او يتحسن، تساوي enhance او get better. separate معناها منفصل. disconnected غير متصل او منفصل. isolated يعني بعيد او نائي او منعزل او غير متصل. boost يروج لي او يزيد او يعزز، عكسها decrease يعني يقلل. يقلل هي عكس increase، قلنا فوق increase يعني يزيد، يبقى decrease يقلل. hinder معناها يعوق او يمنع. هقول مثلا no one لا احد ماشي كان يستطيع hinder me يمنعني او يعوقني. hinder me from reaching my goal من الوصول الى هدفي. يبقى hinder معناها ايه يا شباب؟ معناها يقلل او يعوق، بس هي الافضل يمنع او يعوق. تمام، انا كتبتها في مثال عشان الكلمة دي مهمة وهتقابلك كتير قدام. يبقى no one can hinder me from my goal، لا احد يمكن ان يمنعني من الوصول لهدفي.
brilliant معناها بارع أو ذكي أو لامع، عكسها واحد عادي ordinary أو common شائع أو عادي. find it hard to يجد من الصعب أن، find it easy to يجد من السهل أن. improve معناها يتحسن، عكسها deteriorate. deteriorate معناها يتدهور. هقول مثلا، هقول له طالب مستوى أقل، هقول له your level مستواك أو your performance has deter، بص خلي بالكم في الحفظ، deter deteriorated، your level has deteriorated يعني مستواك تدهور، تساوي decline نفس المعنى بالضبط، your level has declined مستواك تدهور تلاشى. persuasive معناها مقنع، unconvincing غير مقنع، قلنا convincing مقنع. separate منفصل، connected متصل، related مرتبط ببعضه البعض. طيب derivatives المشتقات. boost معناها يعزز أو يوطد أو يدعم، مثال عليها the new hotel will boost tourism، سيدعم السياحة. boost tourism، boost tourism. boost كاسم معناها تعزيز أو دعم أو ترويج. the new hotel will be an important boost to tourism، يبقى المتحف الجديد أو آسف الفندق الجديد سيكون دعم للسياحة، دعم هام. immunize ده الفعل، ممكن اكتبها بالزد او بالاس، immunize دي امريكان ودي بريتش. immunize معناها يحصن ضد، يطعم ضد الامراض. this vaccine، هذا المصل immunizes us معناها يحصن ضد ايه، against coronavirus. immunity ده الاسم، المناعة والحصانة. immunity يبقى immunize يحصن، immunity المناعة او الحصانة او التحصين. this vaccine provides us with immunity، يمدنا ويوفر لنا التحصين ضد فيروس كورونا. immune ذو مناعة، دي الصفة، يبقى المشتقات دائما فعل اسم صفة وهكذا. this vaccine makes us immune، هذا المصل يجعلنا محصنين او ذو مناعة او ذو حصانة ضد فيروس كورونا. فيروس كاسم معناها فيروس. this disease is caused by a virus، هذا المرض سببه فيروس. viral دي الصفة، فيروسي أو واسع الانتشار. this is a viral disease، هذا مرض فيروسي. ننتقل للتعبيرات الهامة. بقدر الإمكان as possible، as possible يعني مثلا هقول keep words as possible، يعني احفظ كلمات بقدر الإمكان as possible، as possible. come very close to، يقترب جدا من، يدنو جدا من. هقول لحد مثلا please don't come very close to fire، ما تقربش قوي من النار. come very close to، لاحظ نطقها close. exercise regularly، يتدرب بانتظام. get ill more often، يمرض كثيرا. هقول مثلا if you don't exercise regularly، لو انت مش بتتدرب بانتظام you will get ill more often، ستمرض كثيرا. get sick معناها يصاب بالإعياء. from من، in the first place في المقام الأول. يعني مثلا هقول put your prayer، ضع صلاتك in the first place في المقام الأول. living thing كائن حي. move closer to يقترب جدا من أو يقترب من. move closer to، don't move closer to fire. stays up late، يسهر لوقت متأخر. stays up late. if you stay up late it's a bad habit، دي عادة سيئة. طيب such as مثل، لضرب الأمثلة. such as، such as. think fast، يفكر بسرعة. وفاست هنا ظرف أو حال مش صفة، عشان تصف الفعل think. think fast، فكر بسرعة. two day course، two day صفة مركبة معناها لمدة يومان. يبقى two day course معناها برنامج تدريبي أو دورة تدريبية مدتها يومان. number six verb plus preposition، فعل زائد حرف جر. fall down، fall down معناها يسقط أو يقع. fall down، fall down. fight against معناها يكافح أو يقاتل ضد. يعني مثلا أقول you must، يجب عليك، fight أن تقاتل، fight against ضد your success enemies.
عليك أن تقاتل ضد أعداء نجاحك. You must fight against your success enemies. You must fight against your success enemies. يخرج go out. Go out. I'll go out tonight. أنا هخرج النهاردة برا البيت. Hear from معناها يسمع من أو يتواصل مع أو يتلقى أخبار من. يعني مثلا هقول I haven't heard from my close friend recently. والله أنا ما سمعتش أخبار صديق المقرب مؤخرا. يبقى hear from معناها يسمع صوته يتلقى أخبار منه وهكذا. Hear from. Hear from مهمة جدا بتيجي في الامتحانات. Hear from. طيب look forward to دايما بعدها اسم او verb ing معناها يتطلع الى. look forward to بناخدها من اول اولى اعدادي. look forward to protect from او against الاثنين نفس المعنى يحمي حد او شخص او شيء ضده خلاص او من. يعني مثلا هقول our immune system جهازنا المناعي protects us from او against diseases بيحمينا من الامراض. remember to يتذكر ان يفعل شيء ودايما بعدها مصدر. ماشي. reply to يرد على في الغالب بعدها اسم. reply to علي مثلا يرد على علي. طيب stay up معناها يسهر. stay up stay up stay up يبقى stay لوحدها معناها يظل او يمكث او يبقى. نحط لها حرف الجر up يبقى يسهر. talk to معناها يتحدث مع او الى وبالامريكان talk with. طيب worry about معناها يقلق على. don't worry about me يعني ما تقلقش علي. Number 7 clear the confusion. لاحظ الفرق ما بين الكلمات اللي شبه بعض. اتفقنا ان boost boost long o boost boost معناها يعزز او يدعم او يقوي ماشي. لكن boast long o boast معناها يفتخر او يتباهى او يتفاخر اللي هي بالعاميه ايه يفشر يعني يفضل ايه يفشر يهبد وكده. طيب lie lay ركز معايا في دول عشان يلخبطوا. لو لاي تصريف التاني بتاعها لي والتالت لين معناها يرقد او يتمدد او يكمن فيه او يقع او يوجد. بص على الامثلة عشان تثبت معاك. he lay in bed to rest كده ده تصريف تاني للاي اللي يرقد يبقى هو تمدد رقد في ايه السرير. تمام. the problem lies in هنا معناها يكمن فيه. lies in lies in يكمن فيه او يقع فيه. Egypt lies in مصر تقع في او توجد. كمان مرة يبقى lie اللي معناها ايه يرقد او يكمن فيه او يقع. التصريف التاني بتاعها lay والتالت lean. تمام كده. طيب عندنا فعل بقى اسمه lay. واخد بالك كان في lay هنا التصريف التاني ل lie. لا في lay تصريف اول بمعنى تضع البيض مثلا او يعد او يجهز. lay laid laid ليها معنيين مشهورين. يضع شيء في وضع افقي يعد مثلا او ايه او تضع البيض. he laid the glass carefully on the floor معناها مسك الزجاج كده ونزله بالراحه على وضع افقي على الارض حطه بالراحه يعني. تمام. يبقى he laid the glass وضع الزجاجه بحرص. the bird has laid two eggs الطائر وضع بيضتان. mom started to lay the table يبقى lay هنا تساوي set يبقى set the table معناها تعد المائدة تساوي تماما lay اللي هي تصريف أول. تصريف أول مش تاني لأن لو تاني معناها رقد أو وقع أو كمن فيه أو وجد فيه وهكذا. طيب ده أنا قلتها lie lied lied دي أسهل واحدة معناها يكذب أو يضل. يبقى lie اللي هي تصريفها منتظم معناها يكذب ولو ضفنا عليه حرف الجر to معناها يكذب على حد. don't lie to your mother again. lie about معناها يكذب بخصوص شيء يعني he lied about his job معناها كذب بخصوص ايه وظيفته يعني قال ان انا مثلا محامي وهو مش محامي وهكذا. he is a driver فهو سواق not a lawyer ليس محاميا. organ عضو في الجسد لكن member عضو في فريق او مجموعة او نادي وهكذا. طيب نحل بقى على الفوكابيولاري ستدي. رقم واحد بيقول we should follow the precautionary measures يجب علينا ان نتبع الاجراءات الاحترازيه. the precautionary measures the precautionary measures الاجراءات الاحترازيه. the precautionary measures precautionary measures قلتها كذا مره اهو عشان تحفظوها. or we'll not the virus والا سنقط الفيروس. مس نفتقد لا اكيد يعني get يعني نحصل على الفيروس او نصاب به تمشي.
play نلعب مش جاية، cause نسبب مش جاي، يبقى الإجابة get a virus معناها يحصل على فيروس أو يصاب بفيروس. Number two بيقول don't not the same mistake as I did. احنا قلنا يعمل غلطة اسمها make a mistake، يبقى don't make the same mistake as I did، ما تقومش بنفس الغلطة اللي أنا عملتها. Don't make the same mistake as I did. Number three رودينا نقط a language course. احنا قلنا do a course أو take a course يعني ياخد ايه دورة تدريبية، يبقى الإجابة هنا did في الماضي من do. رقم أربعة the first minute goal الهدف اللي جه في الدقيقة الأولى boosted the team's confidence عزز وقوى ثقة الفريق. The verb boosted الفعل boosted here is synonymous with هو مرادف لإيه بقى؟ boost يعني يدعم أو يعزز مش decrease يعني يقلل ولا hinder من فاكرها ها يعوق support يعني يدعم تمشي prove مش معناها يتحسن prove معناها يثبت أو يبرهن يثبت أو يبرهن لكن يتحسن اسمها improve يبقى الإجابة هتكون supported. رقم خمسة we sat under a tree جلسنا تحت شجرة to protect us لكي تحمينا نقط the burning sun الشمس الحارقة يبقى تحمينا من قلنا from أو against الاثنين صح تماما المتاح في الاختيارات ايه against. رقم ستة A بيكلم بي ويقول له do you find it not to work abroad هل تجد الأمر نقط انك تشتغل بالخارج فقال له not in the least not in the least تساوي not at all not at all يعني لا على الإطلاق لا على الإطلاق لا النهائي يعني زي ما يقول بالعامية it is interesting لا النهائي ده ايه ممتع ده شيق hard يعني صعب ولا hardly بصعوبة أو بالكاد مش جاية common يعني عادي persuasive معناها مقنع يبقى الإجابة hard يبقى find it hard يجد الأمر صعبا. رقم سبعة بيقول the exercise التمرين I have اللي نقط أنا is enough for today كافي للنهاردة يبقى التمرين اللي أنا عملته يبقى قلنا do exercise يبقى الإجابة تكون done التمرين اللي أنا عملته. رقم 8 to keep healthy لتبقى بصحة جيدة you need to not enough sleep قلنا get enough sleep معناها يحصل على قدر كافي من النوم. طيب رقم 9 بيقول don't not to others لا نقط على الآخرون ودايما الأمر المنفي بعده مصدر يبقى محتاجين هنا مصدر. People always appreciate دائما الناس يقدرون ويحترمون يقدر appreciate those who tell the truth الذين يقولون الصدق يبقى لا تكذب على الآخرون. طيب فاكرين يكذب lie أهي لا تكذب lie والتصريف الثاني منها lied هنضيف لها دي بس والثالث lied يبقى منتظم. طيب هناخدهم واحد واحد عشان نثبتهم عشان عارف ان الأفعال دي ايه رخمة شوية. ليه احتمالاتها ايه اول احتمال تكون تصريف ثاني للفعل ايه للفعل يتمدد او يكمن فيه او يقع تمام كده يبقى مثلا تمدد او وقع او كمن فيه وهكذا. ممكن تكون تصريف اول للفعل ايه للفعل يضع او يبيض او يعد او يجهز يعد او يجهز تمام او يبيض ماشي ده معاني ليه كتصريف اول. طب امال لين دي تصريف ثالث ليه احتمال واحد بس تصريف ثالث للفعل ايه يرقد او يتمدد او يكمن فيه او يقع وهكذا ماشي. طيب ليد اللي هي احتمالين تصريف تاني او تالت للفعل لي يضع او يبيض او يعد او يجهز تمام. انا عارف انهم بيلخبطوا بس مع الحل كتير هتحفظوهم ان شاء الله. رقم عشرة بيقول if you go on staying not late you will fall ill لو انت فضلت تسهر كتير ها ايه you will fall ill يعني ستمرض stay up يعني يسهر. رقم 11 she looks forward قلنا looks forward to وبعدها ايه noun او verb ing تمام كده يبقى هي تتطلع الى ايه زيارة باريس she looks forward to visiting Paris for the first time. رقم 12 try to keep away from direct sunlight not much as possible قلنا as much as possible يعني بقدر المستطاع as much as possible. رقم 13 I'm worried about my brother in Italy أنا الآن بشأن أخويا في إيطاليا I haven't heard not him for ages
والله انا لم اتلقى الاخبار منه، لم اسمع صوته، يبقى ايه؟ hear from. hear from، لكن hear of معناها يسمع عن، يسمع عن، مش تلقي اخبار. يعني مثلا I haven't heard of that actor، انا عمري ما سمعت عن الايه، عن الممثل ده، ادي معناها hear of. لكن hear from معناها يتلقى اخبار من. طيب رقم 14، it is important for a driver to think not، انه من الهام للسواق انه يفكر ايه، ها، سريعا، يبقى fast. وانا قلت لكم ان fast تمشي adjective يعني صفه، وتمشي adverb يعني ظرف. اذا مفيش حاجه اسمها fastly في الانجليزي، ماشي؟ fast fast. رقم 15، your encouragement has given me، تشجيعك ليا اداني ايه بقى؟ a boost. a boost معناها ايه؟ دعم. يبقى هنا ايه؟ boost جاي كاسم دعم. رقم 16، some scientists think that people who have caught COVID-19، بعض العلماء يعتقدون ان الناس اللي اتصابوا بفيروس كورونا do not have complete نقط، ليس لديهم نقط تام او كامل from catching it again، من الاصابه بها مره اخرى. يبقى ليس لديهم ايه كامل؟ immune، منيع او حصين، دي الصفه ما تمشيش. احنا محتاجين اسم لان صفته complete يعني كامل او تام، يبقى المناعه الكامله. يبقى المناعه يعني immunity. immunity هي الوحيده الاسم هنا. طبعا reaction ده اسم بس مش محتاجينه كمعنى. رقم 17، بيقول Egypt is an important نقط of the international society، مصر هي نقط هام للمجتمع الدولي، يبقى عضو هام. طب عضو اللي هي member ولا organ؟ لا طبعا هتبقى هنا member، لان مصر مش عضو في الجسد، ومصل يعني عضلة، وسنس يعني حاسة. طيب رقم 18، do your best to not the sales of your products، يعني اعمل اللي عليك، ابذل قصارى جهدك انك نقط المبيعات بتاعت المنتج بتاعتك. يبقى تعزز او تروج لي او تدعم او تقوي، يبقى بوست. بوست، وقلنا بوست معناها يتفاخر، يتعالى. طيب 19، stop not about things you have done or you haven't done، بيقول لك وقف نقط بشأن الاشياء اللي انت ما عملتهاش، يبقى وقف انك تتفاخر. stop boasting، توقف عن التفاخر باشياء لم تفعلها. boasting. طيب 20، he not about his exam results، هو نقط بشأن الامتحانات بتاعته او نتائج الامتحانات. he got a low mark، فهو حصل على ايه؟ على نتائج low يعني منخفض. يبقى هو كذب بشأن، واحنا قلنا يكذب لاي، والتصريف الثاني والثالث منتظم، يبقى لايد لايد، يبقى الاجابه لايد، يبقى هو كذب بشأن امتحاناته. طيب 21، اهن نقط الدجاجة، نقط some eggs in that hole. طيب بالراحة افكركم بيهم تاني، هو عايز يقول ان الدجاجة ايه؟ باضت، صح؟ واحنا قلنا يبيض يعني ايه؟ يبيض يعني لي، دي تصريف اول. التصريف التاني منها ليد، والتالت ليد. يبقى انا محتاجين ايه؟ يا لي لو تصريف اول، يا ليد يا تاني يا تالت. وضحت؟ طيب هنستبعد التصريف الاول اللي هو ليه. ليه يا مستر؟ عشان هن كانه ات، وات بتاخد ايه؟ بتاخد اس، يبقى كانت ليز مثلا. طيب يبقى الاجابه يا ليد يا ليد، يعني ليد بس، يعني من الاخر. يبقى كده معنى الجمله اهن ليد يعني الدجاجه باضت في الماضي. رقم 22، بيقول ذا تشايلد، الطفل، نقط، اون ذا فلور، على الارضيه، and soon، وقريبا، fell asleep، وبعدها على طول نام يعني. يبقى احنا محتاجين يستلقي اللي هي لاي، والتصريف الثاني منها لي، والتالت لين. اي حاجة غير كده هنحذفها، يعني مثلا لايد هنحذفها، دي كذبة، وليد دي اللي هي تبع ايه، يضع البيض وكده، مع السلامة. فاضل لي ولين. طيب لين دي تصريف ثالث، صح؟ اللي هو past participle، ما ينفعش يجي لوحده، ممكن قبله هاز مثلا، وهكذا. يبقى كده هنستبعد لين، يبقى الإجابة لي بمعنى ايه؟ بمعنى استلقى، دي كتصريف ثاني.